اكيد بدعم تامر المعنوي وتشجيعه لإلي للغناء، هذا الشيء لحاله بكثير. تامر حتى بيعمل خير من دون الناس ما تعرف. انا كثير بحب له بصمه واولادهم كثير طيبين، الله يخليهم اياهم. ليا بدي لك رمضان كريم اول شيء، وكمان هابي ايستر، بكره عيد الفصح عند طوائف المسيحيه. اليوم نحن موجودين بحفل افطار، بنشكر الاستاذ حسين كثيره للنجم تامر حسني اللي بنحبه كثير. خبرينا هلا هيك قد ايه مشتاقين نشوف تامر مره جديده ببيروت. هلا صراحه الوقت يعني مرق كثير بسرعه عن لما اخر مره عمل الحفله، وخاصه انه انا يعني وقت غنيت معه هيك كل يوم، لاني بفكر بالموضوع كل يوم، بفكر بالموضوع انه انا غنيت مع تامر هيك الوقت مرق بسرعه. بس عن جد كثير اشتقنا له، ما بينشبع من تامر، ما بينشبع من اغاني تامر ومن حفلات تامر. بدنا اياه باسرع وقت، بدنا اياه يجي على لبنان باسرع وقت. حفله واحده ما بتكفي بالسنه صراحه. ان شاء الله يا رب. ليا بعرف انه بس نحكي عن الغنى بدنا نغني لتامر، اكيد. شو بتتذكر هيك شيء غنيتي لتامر؟ انا شو ما مغنيه لتامر، شو بدي اغني لك؟ كانوا حاطين هذه الغنية هلا جوا بالافطار. اهو هذا اللي هيصن يا قلبي وهيحافظ علينا انا وانت يا قلبي، عايزك تطمن قلبه على حاله وتحلف لي انه مفيش في الدنيا حد في جماله. الله ليا صوتك عم بيصير عم بجوهر، خبرينا هيك حدا عم بيساعدك بتهذيب الصوت اكثر؟ بعرف انه بعدك صغيره، عندك بعد مسيره طويله، هيك مين عم بيساعدك؟ وهل يا ترى بس تكبر شاب العمر حيتغير الصوت؟ انا معرف كل اللي كانوا بذا فويس كيدز بعد فتره بنحسهم غير حدا، فليا بعدها محافظه على نفس الصوت. هلا خليني اذكركم بشيء، انه انا خلص بطل في كيدز، هلا حصير 19 سنه بعد شي شهرين، ودائما كنت اقول هيدي الشغله انه بس اكبر حيتغير الصوت، بس بالعكس يعني مثل ما انت قلت الحمد لله بجوهر الصوت، بس الواحد كل ما يكبر بجوهر وبينضج. بالنسبه لانه اذا في حدا عم بيساعدني صراحه، ما حدا بيساعدني، انا من لما كنت صغيره كل اللي بعمله انه بضلني اتمرن واشتغل على حالي، غني واتمرن. واكيد بدعم تامر المعنوي وتشجيعه لإلي للغناء، هذا الشيء لحاله بكفينا. تامر شفناه عم بيمثل وحبيناه كثير، وشفناه كمان بخلال الشهر الفضيل عم بيعمل مثل تبرعات او اشياء هيك حلوه بهذا العيد، بذكرنا بايام رمضان الحلوه. قديش حلو تامر حسني هالفنان المتواضع، بعده بينزل بزور المستشفيات بيعمل اشياء يمكن ما بيقول ولكن احنا بنعرف. الحلو بتامر انه مش بس بالمناسبات او مثلا بالاعياد، مثلا من رمضان هلا بيعمل خير. تامر حتى بيعمل خير من دون الناس ما تعرف، يعني هذا الشيء الحلو فيه انه مش بس قدام الكاميرات، خلف الكواليس خلف الكاميرات تامر دائما بيساعد وبيعمل عمل خير قد ما بدك، ما بتتصور قديش. وكلنا بنعرف هذا الشيء، تامر انسان متواضع ومؤمن كمان، فهذا الشيء كثير حلو وبيميزه عن غير فنانين، انه في ناس مثلا اوكي بس قدام الكاميرات او بس بالمناسبات، بس تامر الكل بيعرف عنه انه حتى خلف الكواليس بيساعد وبتبرع وبيعمل وبيساوي. كلنا بنشوف يعني اكيد هذا الشيء ان شاء الله خير. كلنا شفنا امبارح في زوجته قالت انه ممكن نرجع، فقديش حلو هذا، قديش ممكن حلوه انه يرجعوا سوا، لانه هي عائله حلوه صراحه. انا كثير بحبهم سوا وبتمنى هذا الشيء يصير، لانه عائلة حلوة، وصراحة ما بحس انه في لو شو ما كان شيء صاير شيء يفرقهم، لازم يحاربوا عشان يكونوا مع بعض. عائلة كثير حلوة، انا كثير بحب لها بصمة، واولادهم كثير طيبين، الله يخلي لهم اياهم، وان شاء الله يا رب. انا بتمنى هذا الشيء يصير عن جد. على حد علمك في حدا من اولاده عنده موهبة الغناء او التمثيل؟ ما بعرف. بعتقد تاليا بنته الاكبر، بنته الكبيرة، بعتقد هيك عندها صوت حلو بس بتغني انجلش حسب ما سمعت كمان. مرة انا شفت لها فيديو عم بغني الغنية يلي غنيتها بذا فويس، فوقتها هيك انصدمت انه اوف والله اسم الله صوته حلو كمان بالانجلش. يلا سمعينا بالانجلش. يلا غني لكم هيدي الغنية اللي غنيناها ببداية المشوار الفني.
And all those things I didn't see, breaking walls and celebrate, cause I still got a lot of fire left in me. الله يلا يا ما بينشبع منك. مشاريع تعمل هلا غير انه ممكن نشوفه بالصيفية بحفلات، في يمكن فيلم او يمكن مسلسل او شيء عم يتحضر او مزبوط؟ في خبرينا. حسب ما شفت انه في فيلم جديد عم يتحضر مع الممثل هنا الزاهد، هو سبق وعمل فيلم بحبك معه وصراحه كثير كثير نجح، والاغاني اللي فيه كثير نجحت وكثير حلوين، وكانوا قبل كثير حلوين، وخاصه هيك تمثيل هنا كثير حلو. سو حسب ما شفت على السوشيال ميديا انه عم يتحضر فيلم معه، وكثير محمسين. يعني دائما اصلا عودنا على الافلام الحلوه اللي بيعمل، افكار الجديده يلي ما حدا بيعملها. سو وير فيري اكسايتد فيري فيري. ليا اخر سؤال هيك لكل الفانز الموجودين اليوم، ما شاء الله عليهم مئات اليوم اجوا من كل الاعمار صغار وكبار. تامر واصل لكل الاجيال الكبار والصغار اليوم. هلا اشطوري للفانز هلا عم يسمعوا اغنيه تامر وعم بزقفوا، ليك التفاعل شو حلو. شو بدي اقول لهم؟ يعني انا وحده منهم من صغر، من لما كان عمري 5 سنين، بدي اقول لهم يضلوا عم بشجعوا تامر، لان تامر انسان بيستاهل وهو بشجعنا. يعني مش وقفت بس على الغنى الواحد يشجع، او اذا كان عنده موهبه بشجع العالم. دائما بشوف بوست له وكتاب له عم بشجع العالم انه ما توقف وتكمل وما تستسلم، ضل عم تشتغل عشان توصل لحلمه. فانا بقول لهم اسمعوا له، خليكم عم بتشجعوه، تامر انسان بيستاهل، موهوب، فنان شامل، متواضع، بيستاهل هذا الشيء عن جد عن جد. كلنا بنحبه اكيد. في صديقتي كمان تفضلي. سرونا خبرينا اليوم هيك. اكيد اكيد خبرينا. مش ماشيين كوبي رايت، ما فينا كثير نسمع، ما فينا كثير نسمع اغاني، ما في كوبي رايت لانه عارف اغاني تامر ما شاء الله ضاربين دائما. خبرينا هيك كفود بلوجر، شو بتنصحي لتامر حسني من ناحيه الاكل؟ بحافظ على كل شيء، بس لكن انت شو مثلا شو بتقول له مثلا؟ ايه هيك لا تامر حسني ما شاء الله عليه محافظ وجسمه بعقد وصحي وفتنس كثير ما بحاجة لنصيحة اصلا، لانه بسم الله محافظ على حاله ومحافظ على رشاقته. لي قديش حلو هيك لما تتعاونوا سوا مع تامر حسني، ان شاء الله يا رب بكره بفيلم سينما كون انت مثلا دور بطولة ثاني، قد ايه بتنبسطي؟ انا ناطرة هالفرصة. انا صراحة هلا من شوي كانت بعدها عم تسألني انه بتحب تمثل، قالت لي انا حلمي مثل، قلت لها بحب مثل. وقبل ما غني مع تامر لما كنت صغيرة وكنت حبه احضر له افلام، وكنت اقول كنت اقول لماما انه يا الله بس اكبر حب كثير مثل مع تامر، بس اكبر بدي مثل دور بنته لتامر. بس انه ثاقبت اني غنيت معه لتامر، وتشيز كمان شيء كثير حلو، وليش لا اذا شي يوم يعني في دور تامر خدني وخدها. سارونا برايك عصر التلفزيون رح ينتهي مع المنصات اللي نحن كل يوم بنشوفها؟ ما نشوف نهار خلص المسلسل بينعرض بس تنقل على تيك توك يمكن او انستا، او شو برايك؟ هلا السوشيال ميديا كثير مهمه، والشغل اللي عم تشتغله السوشيال ميديا يمكن عم بغطي شوي على التي في، بس بحس الاعلام والتي في بيضلوا موجود، لا مستحيل ينتهى لا غنى عنهم. هلا محتواك شو حتغير شوي او حتعمل شيء جديد بعد شهر الفضيل او شو؟ هلا بعدنا بالاكل وبتعرفوا شويه بيوتي وفاشن، ومثل ما قالت هي حلمنا العربي نمثل. يلا بك هلا عبر شارع الفن دعوه مجانيه هلا لتامر. في بنتين ما شاء الله حلوين كثير. تامر انه نمثل معك بمصر، بدي مثل دور بنتك حتى لو كبرت عادي. انا بدي اتشكركم، انا بعتذر وقفتكم شوي على الافطار بس حتى نكسبكم معنا. رمضان كريم وهابي ايستر للكل، وان شاء الله بنشوفك هيك بقعده المراتب كمان. ليا انت هيك فنانه وصديقه غاليه، كثير اشتقنا لك، كثير اشتقنا لك، دائما بشوفك بالمناسبات الحلوه وعن جد بنبسط لما اشوفك. بنشكر كمان ميشيل سعد مشال. كمان ميشيل دائما كمان ميشيل نفس الشيء، نفس الموضوع ميشيل شفناه بوقت كان تامر كان عم يعزف على الجيتار، كان في شيء حلو، عطاني الجيتار كمان ودقيت انا على الجيتار. عن جد ثانك يو كثير شارع فن، دائما مرافقيننا، وخاصه انتم يعني بنحبكم كثير، ثانك يو، ودائما بدنا نشوفكم معنا.